أغادر صنعاء اليوم حاملا معي الكثير من الحزن لما يتخبط به الشعب اليمني. بكثير من الحزن وقليل من الأمل غادر المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت يومين. لقد سلمت وفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله خطة كاملة مزمنة ومحددة، وأعول على حرصهم على مصلحة اليمن. لقد ترك ولد الشيخ على طاولة الانقلابيين خطة للحل تضمنت خطوطا لم يكشف عنها، وبقيت مثار استفسارات واستفهامات لدى كثيرين. ما تفاصيل الخطة المذكورة وما آلية تنفيذها؟ وهل يمكن البناء عليها في رسم خارطة طريق جديدة للحل؟ مشهد يذكر بزيارات وخطط عديدة سابقة باءت كلها بالفشل بعد أن عجز الوسيط الدولي عن إقناع الانقلابيين بأن السلام هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، وأن بداية الطريق هي إنهاء مظاهر الانقلاب وليس وقف الحرب ذاتها. خطة السلام المكتوبة التي تحدث عنها ولد الشيخ ووضعها على طاولة الميليشيا، تقول الأخيرة إن الخطة نفسها سلمت للحكومة بحسب تأكيدات المبعوث الأممي، لكن الحكومة نفت ذلك وقالت على لسان نائب مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي إنها لم تتسلم أي خطة، واعتبرت كل المقترحات مصيرها الفشل إذا ما تجاوزت الانقلاب. أكد على ذلك حديث الرئيس هادي أمام مستشاريه من أن أي أفكار مطروحة تتنافى مع المرجعيات الوطنية والدولية مرفوضة جملة وتفصيلا. يعتقد مراقبون أن خطة السلام المطروحة من شأنها تفكيك سيطرة الميليشيا الشاملة والمطلقة على مؤسسات الدولة، وهو ما لن تقبل به الميليشيا أو حتى تتفاوض حوله. بينما اعتقد آخرون أن الخطة ربما شملت بعض التعديلات بما ينسجم مع تطلعات الانقلابيين، الأمر الذي قد يفضي إلى ما يشبه شرعنة إجراءاتهم وتبيئة سيطرتهم. وحده المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يتجشم عناء السفر حاملا ملفا ثقيلا بتعقيداته وتداعياته الإنسانية، وخفيفا جدا على هامش الاهتمام الدولي. قد لا يخطئ المتابع في إحصاء الاجتماعات السابقة بشأن اليمن، لكن مخرجات هذه الاجتماعات لم تجد طريقها للتنفيذ. الثابت أن مراوغات الانقلابيين تعتمد على المراهنة في تغير المزاج الدولي وإطالة الحرب لانتظار توازنات جديدة في المنطقة تسمح لهم بالاحتفاظ بسلاحهم والمشاركة المعطلة في حكومة قادمة يعد لها المجتمع الدولي ضمن خطته المطروحة للحل.